مرحبا يا أطفال، عمو يزيد يعطيكم موعد بحلقة جديدة من حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. يوم أول أكتوبر هو اليوم العالمي للموسيقى، وكذلك يوم أول أكتوبر تاني اليوم هو اليوم العالمي للمسنين. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة مثل. شريف قرطبي هو ملحن موسيقي جزائري من مواليد 25 فبراير 1935 بمدينة البرواجية ولاية المدية. إذن أحبائي كما قلت لكم مقبلة نحكي لكم حكاية الفأرة فرفورة. هنا باكوش في هذه العلبة فيها تنبؤ شوفوا في ألعاب الخفة احنا نعرفوا حتى الأطفال وش حين يخيروا ما لوش حين يختاروا. أنا درتها هنا أنا كتبتها وحطيتها في هذا الصندوق الصغير. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها دادا دادا جات لعندنا. دادا 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 جات لعندنا، جات الفرحة لبيتنا الله يخليها. وانتم أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء. ترقبونا، كونوا في الموعد. عمو يزيد.